السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس جديد في البروغراماسيون اللي هو الالغوريتم. الالغوريتم هو اللوجيك ديال البروغراماسيون. ضروري خصنا نفهموا هاد الالغوريتم لانه كيساعدنا باش نفهموا لي لونغاج بحال لونغاج سي، لونغاج سي شارب ولونغاج جافا. الالغوريتم هي واحد الخطوات كنقوم بها لحل مشكل معين. باغ اكزومبل، واحد الشخص باغي يوصل لواحد المكان معين ولكن للاسف ما عرفش كي غيدير يوصل. اول حاجه كتجيه في الذهن ديالو انه يتواصل مع واحد الشخص اللي غيسولو كي غيدير يوصل لهذا المكان معين. بالدور ديال هاد الشخص هذا غيعطيه واحد الخطوات اللي هما لي زانستروكسيون اللي غيعتمدها باش يمكن له يوصل لهاد المكان. اذا الالغوريتم هي واحد الخطوات كنقومو بها لحل مشكل معين او للوصول لهدف معين. سينتاكس الالغوريتم، بصفه عامه اي الغوريتم كيتخدم بهذه الطريقه كيكون عنده لون تيت لي ديكلاراسيون او لو كور. بالنسبه لون تيت كيكون فيه الغوريتم او لو نون ديال الالغوريتم. باغ اكزومبل عطاونا في التمرين كالكولي لا سوم دو دو نومبر، يعني كالكولي لا سوم كنكتبو الغوريتم، يعني هاد الالغوريتم دائما كنكتبوها وكنعوضو هاد لو نون ديال الالغوريتم بكالكولي لا سوم. بالنسبه للديكلاراسيون كيكون فيها لي فاريابل و لي كونستانت. بالنسبه للفاريابل هما المتغيرات، يعني شي حاجه كتبدل. بالنسبه للكونستانت شي حاجه ثابته. بالنسبه للفاريابل كيكون عندهم لي تيب، اما الكونستانت كيكون عندهم اون فالور. الدور ديال هاد الفاريابل والكونستانت اننا كنديكلاريوهم باش كنخدمو بهم في لو كور، باش كنخدمو بهم في لو كور ديال الالغوريتم. بالنسبه لو كور ديال الالغوريتم كنبداوها بالديبي وكنساليوها بالفان، وما بين هاد الديبي والفان كاين لي زانستروكسيون، يعني الخطوات اللي كنديروها ولا اللي كنعتمدوها في التمرين باش يمكننا نلقاو الحل. لي فاريابل، لي فاريابل هما المتغيرات. باغ اكزومبل ا سي ان فاريابل، ب سي ان فاريابل. ديكلاراسيون ديال لي فاريابل تري سامبل، دائما كنكتبو فار وكنكتبو لو نون ديال الفاريابل و تيب. يعني غنكتبو فار لو نون ديال الفاريابل باغ اكزومبل ا ولا بي. بالنسبه لي تيب عندنا انواع ديال لي تيب، عندنا لو تيب اونتي، لو تيب ريال، بوليان، كاركتر و شين دو كاركتر. باغ اكزومبل اونتي هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه، باغ اكزومبل 1 2 3 اكسيتيرا. بالنسبه للريال هما الاعداد بالفاصله، باغ اكزومبل 8.3. بوليان كتنقسم لجوج، الفري والفو بالنسبه لو تيست. الكاركتر هو حرف مثلا ا بي سي اكسيتيرا. شين دو كاركتر هما مجموعه من لي كاركتر، باغ اكزومبل ماروك. باغ اكزومبل بغينا نديكلاريو الفاريابل اج، فاريابل برينو والفاريابل ا. كما شفنا في الديكلاراسيون ديال لي فاريابل دائما كنكتبو فار، كنكتبو لو نون ديال لي فاريابل وكنكتبو تيب. تيب سوا يكون اونتيي
ريال شين دو كاركتر او كاركتر. بغينا نديكلاريو الفاريابل اج كنكتبو var le nom ديال variable اللي هو age deux points le type غنختارو le type anti لهنا par exemple عندنا age مثلا 10 يعني عدد صحيح طبيعي. بغينا نديكلاريو البرينو غنكتبو var يعني هذا هو لو مو كلي ديال ديكلاراسيون ديال فاريابل. الفاريابل ديالنا هي البرينو دونك غنكتب برينو دو بوين. البرينو شين دو كاركتر يعني باغ اكزومبل برينو علامي علامي لو تيب شين دو كاركتر دونك هنا غنكتبو شين دو كاركتر. بغينا نديكلاريو هاد الا والا مثلا غنعطيوها واحد لو نومبر واحد العدد بالفصيله مثلا 10.7 بالنسبه للديكلاراسيون غنديرو var لو نون ديال فاريابل اللي هو ال a دو بوين تيب بما ان ال a عنده واحد الفاريابل يعني عدد بالفصيله دونك لو تيب غيكون ريال. اذا دائما في الديكلاراسيون ديال الفاريابل دائما كنكتبو لو مو var كنكتبو لو نون ديال الفاريابل دو بوين كنكتبو لو تيب. هاد لو تيب سوا يكون لو تيب اونتي يعني اعداد صحيحه طبيعيه سوا يكون شين دو كاركتر يعني مجموعه من الحروف او ريال يعني الاعداد بالفصيله او باغ اكزومبل واحد الفاريابل مثلا نعطيو فاريابل بي ونعطيوها مثلا واحد لو مو واحد الحرف ك مثلا. دونك ديكلاراسيون ديال فاريابل اللي هي var ك اللي هي بي دو بوين كاركتر يعني هي حرف واحد. دابا غنشوفو الكونستانت. الكونستانت هي شي حاجه ثابته كتكون دائما عندهم واحد اون فالور. بالنسبه للديكلاراسيون دائما كنكتبو كونستانت كنكتبو لو نون ديال الكونستانت تساوي واحد الفالور واحد القيمه اللي كتكون ثابته. باغ اكزومبل بي اي كنعرفو دائما بي اي هي 3.14 باش نبغيو نديكلاريوها كنكتبو كونستانت بي اي هي لو نون ديال الكونستانت تساوي 3.14 اللي هي الفالور اللي هي قيمه ثابته. دابا شفنا لونتيت اللي كيكون فيه لو نون ديال الالغوريثم شفنا الديكلاراسيون اللي كتكون فيها الفاريابل والكونستانت. لي فاريابل هي المتغيرات وهاد المتغيرات كتكون فيها واحد لو تيب وهاد لو تيب سوا يكون اونتي سوا ريال سوا شين دو كاركتر سوا كاركتر. بالنسبه للكونستانت كتكون واحد الفالور واحد القيمه ثابته. دابا غنشوفو لو كور اللي كي يبدا بالديبي وكيسالي بالفان واللي كتكون ما بيناتهم لي انستركسيون. غنشوفو دابا لي انستركسيون. لي انستركسيون دونتري سورتي كتنقسم لدو اوبيراسيون عندنا لير وعندنا ايكرير. الدور ديال ايكرير هو باش كنافيشي لو ميساج. باغ اكزومبل بغينا نافيشي ميساج اونتري لو نون ضروري ما كنكتبو ايكرير بين اقواس اونتري لو نون يعني الدور ديال ايكرير هو كنافيشي لو ميساج. يعني فاش كنكتبو حنا هاد ايكرير اونتري لو نون كتبان لنا الشاشه بهذه الطريقه
كتبان اونتري اونتري لو نو هكا كتبان. بالنسبه للدور ديال ليغ انها كتقع لي فاريابل، كنكتبو ليغ وبين قوسين كنكتبو لو نون د الفاريابل لي ديكلارينا. من قبل ديكلارينا الفاريابل نون وعطيناها لو تيب شين دو كاركتر. من بعد ما كيتافيشا الميساج ديال اونتري لو نون، كايتيليزاتور غنطابي واحد لو نون، اي نون بغينا، مثلا طابينا عالمي. شنو اللي جعلها انها تافيشا عالمي، تبنى عالمي مكتوبه؟ ليغ هي اللي جعلت عالمي انها تبان في الشاشه ديالنا. هذا هو الدور ديال ليغ. غنشوفوا واحد ليكزامبل اللي غيوضح لنا اكثر نونسيون دو باز الغوريثم. ليكزامبل ايكريغ ان الغوريثم كي كالكول لا سوم دو دو نومبر دو تيب اونتي. المطلوب غنحسبوا المجموع ديال جوج اعداد. كما شفنا في سينتاكس الغوريثم انه كيتكون من ثلاثه ديال لي بارتي، لون تيت اللي كيكون فيه عنوان ديال الالغوريثم، ديكلاراسيون اللي كتكون فيها فاريابل او الكونستانت، و لو كور اللي كيبدا بالديبي وكيسالي بالفان. بالنسبه لون تيت دائما كنكتبو لو مو الغوريثم، نكتبو لو مو الغوريثم. حدا لو مو الغوريثم عندنا لو نون د الالغوريثم. المطلوب منا من التمرين هو كالكول لا سوم. غنجيو نكتبو كالكول لا سوم. سالينا البارتي 1 اللي هي لون تيت. دابا غنشوفو البارتي 2 ديكلاراسيون لي فاريابل. غنكتبو فاريابل لو مو فاريابل او نكتبو فار. غنشوفو شحال من فاريابل عندنا. عندنا لا فاريابل سوم، النتيجه اللي بغينا نحصلو عليها هي السوم. دونك عندنا فاريابل سوم وعندنا دو نومبر، يعني جوج ديال لي نومبر، يعني جوج ديال لي فاريابل. غنسمي انا هاد الفاريابل ا، يعني لو نومبر ا، ولو نومبر الثاني غنسميه بي فيرغول، وغندير الريزولطا اللي هي الصوم دو بوين. كيما لاحظنا عطانا دو نومبر دو تيب اونتي، يعني لو تيب ديالهم خصو يكون اونتي. كيما كنعرفوا ان اونتي هي الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يعني بدون فاصله. دونك غنكتب لو تيب اونتي. من بعد ما سالينا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل، دابا غندوزو لو كور اللي كيبدا بالديبي وكيسالي بالفان، واللي كيكون ما بيناتهم لي انستركسيون. كما عرفنا من قبل ان لي انستركسيون فيها دو اوبيراسيون، عندنا اكرير و لير. غنكتبو ديبي و الفان. نحاول نكتب في التالي فان، ولا غنكتب هنا فان، وندير واحد ليسباس ما بيناتهم اللي غنكتب لي انستركسيون. المطلوب اننا ندخلو دو نومبر، يعني خصو يتافيشالنا جوج ديال الميساج. الميساج الاول غيقولنا فيه اونتري لو بروميير نومبر، والميساج الثاني غيقولنا اونتري لو دوزيام نومبر. غنكتب الميساج الاول ايكريغ اونتري لو بروميير نومبر.
من بعد ما افيشينا لو ميساج ديال اونتري لو بروميير نومبر غيقع لو بروميير نومبر لير ا نافيشيو لو ميساج الثاني ايكرير اونتري لو دوزيام نومبر من بعد ما افيشينا لو ميساج الثاني غيقع لا فالور الثانيه الفاريابل الثانيه اللي هي لير بي يعني لو نومبر الاول اللي هو ال ا ولو نومبر الثاني اللي هو بي من بعد الميموار ما كتقع لا فالور ال ا ولا فالور بي كدير واحد لا صوم ديال هاد دو نومبر اذا غنكتبو صوم ونكتبو ا بلس بي دابا غنافيشيوها لي زوتيليزاتور دونك غنكتب ايكرير لا صوم اي دو بوين ونكتبو صوم من بعد فاش كنكتبو البروغرام ديالنا وكان اكزيكوتي كيبان لنا اونتري لو بروميير نومبر انا كيتيليزاتور غنطابي مثلا 3 اوتوماتيك فاش كندير اونتري كيطلع لي لو ميساج الثاني اونتري لو دوزيام نومبر اوتوماتيكمون غندخل مثلا 7 من بعد ما دخلت النيميرو 2 اللي هو 7 غندير اونتري اوتوماتيكمون غيبان لي لو ميساج لا صوم اي 10 يعني دار المجموع ديال دو نومبر يعني 3 زائد 7 غي افيشي 10 اذا اخواني الكرام كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم شكرا جزيلا الى فيديو قادم غنديروا فيه مجموعه من لي زيكزيرسيس باش نفهموا اكثر هاد البارتي